نسيت أسرار ده سينجر؟ ايه بقى حتى البنات من هنا؟ والله الشيوخ هم احنا عناصر، والشيوخ هم يقبضوا البنات يعني سبايا يعني، واحنا عناصر عند الشيوخ. عايزين لك قتلت ناس؟ نعم. كم ناس قتلت؟ 9. مع السكين مع الأسلحة؟ في هيك وفي هيك يعني، عندك قصاص وفي اعدام ميداني. ليش قتلت على الناس؟ لانه كانوا ضدنا، كانوا يقاتلون ضدنا. قتلت 17 واحد. بالسيف. بالسيف. 17. اي. 10 بالعراق و7 بجدة. من اي مكان؟ يعني قبل ما امسك بشغلة 10 ايام. وهذا اكراد وهذا عرب وهذا مسيحي. اكراد مسيحية كله، هذا شوف قدام نقطة راسه، مكبر علي هذا كافر. مو مسلم، مسيحي يهودي كله كافر. تكبير الله. بدون ما تقول له انت راح تسلم ولا شيء. بنوبة واحدة، اجينا الى هنا احنا والشيوخ. قالوا المنطقة هذه منطقة الكراد من هنا، هاي كلها تكفيرية، والمنطقة هذه كلها دولة إسلامية يعني أرض مقدسة. اجينا الى هنا قالوا في شيخ كافر مو مسلم. واحد سعودي واحد تونسي. وركبنا السيارة واجينا الى هنا. قال لي اسمه عدنان بالمنطقة هنا بسوريا يعني، مناطق من هنا. جينا لعند الجامع، جينا على القرية، كنا واحد مطلوب واخذنا 3. والله أول واحد قصينا راسه، ثاني واحد قال يا شيخ أنا مسلم وأنا أصلي وأنا أصوم وأنا أنا يعني هذيك الساعة التونسي كان يقول هذول كفر ومسلم، وقت شفناه يصلي ويصوم دشرناه يعني، يعني كان منطون الصورة غلط يعني الشيوخ، دشرناهم اثنين قتلنا واحد هيك حرام ضرب. كانوا يشرب حبوبه ويدخل على المعارك. أنتوا كنت تاخذوا؟ كنا ناخذ حبوب يعني. اي شيوخكم كانوا يعطوكم حبوب؟ ايه كانوا يعطونا حبوب، قال مشان ما تخافوا. مشان ما تخافوا حبوب؟ ايه قال انت عارف انت تسكر مخك، قال لو وقت تشرب حبه كبتيكول او زلام تفوت على المعركه ما تحس يعني. يعني ما تحس يعني. مصاري وفلوس كانوا يعطونا ايه مصاري، يعني كانوا غارينا بالمصاري وسلاح وسيارات وشو ما بدكم نجيب لكم. من وين الفلوس لداعش؟ من السعوديه ومن تركيا كان يجينا من وكل السلاح وكل ال كله يجي من الخارج. نجينا دعم سلاح وفلوس كل شيء يعني. تحبون السعوديه؟ والله نحبهم، ليش ما نحبهم؟ تركيا نحبها، تركيا ليش ما نحبهم؟ تحبون الحكومه التركيه؟ ما يلزم يبعثون دكاتره كل شيء. وين البنات الكيف؟ ناس بالاول بالشدادي وناس بالموصل كانوا وكلنا هنيك، كانوا بالموصل وخذوا الناس على الشدادي وعرقوا. كم بنات؟ والله يعني ما يعني نعدهم كثار. قولي هاجري، إذا كان في واحد يقحض أمك ويقحض أختك ويعمل الهاجة أنت عملت ليزيدية، شو تتفكر؟ بدك هذا بالسوى معه؟ قالوا هذول كفرة مو إسلام يعني، هيك كانوا يعطونا نظر الشيوخ عنهم السعوديين والتونسيين. هذا كله من جانب السعوديين، وعندك ما عندك موح؟ كانوا يعني يحكوا معك انت مخ يعني هيك، يقعدوا معك ساعه ساعتين لا ويقنعوك ويقول لك امشي على المعركه، يعني تكون انت مالك شغل تقول هذول اسلام، يقول لا هذول كفره بدك تقاتل. معلاش كان اخوي معلاش، وهلا هلا استشهد بالمعركه، كنا انا وياه واللي جابك اسرتنا هو استشهد بالمعركه. ولا عم قايل هو شهيد ولا شو؟ شهيد. ليش؟ شهيد عم قاتل كفار جابك انت مختار على انت مقتنع انه انت كان راح تستشهد يعني كان نظرا اني قلت لك يعني ان هذا دين يعني. اليوم يعني كان يجينا محصول يمكن 1000 من الدول الغربيه من دول العالم كله يعني بشكل يوم يجوا. من اي منطقه؟ من تونس والجزائر وليبيا ومن السعوديه والكويت ومصر والدول الغربيه، عارف المانيا مشكله يعني كل الدول الاجنبيه، كل فصيل لحال يعني، كل دوله تجي تعرف انت ما يختلطون بالشباب الثاني، هم يقاتلوا كفره وكفره ونسمح هيك كفره كفره وندخل معهم على المعركه.
مسيرة الصفوف اللي كنا مخرطين فيها انه كله ضد الغرب، ضد الغرب والدول الاوروبيه، يعني جهاز قمعي انه ما يضل احد، لازم ينبسط الاسلام على وجه الكره الارضيه كامله، ضد المسيحي وضد اليهودي وضد اي يعني اي كان ضد الاسلام، بالذات دول الغرب ودول الاوروبيه. كم مرتزقه في هناك بالمسلم؟ كل واحد يقاتل بصف لحاله، فما تقدر تسأل إنه هذا من وين وهذا من وين، بس في يجي دكاترة، في أطباء يجون يعني اختصاصيين، في اقتحاميين، في قناصين. لا التراك كانوا معنا يقاتلون ما في جيش تركي كمان مخابرات، إنه كانوا يقاتلون معنا شباب تراك، بس إنهم مخابرات من مخابرات كانوا قادات على مستوى قاتلوا شرس، كنا ندخل معهم على المعارك